شو مرحبا بكم عندي هنا في الدار مع الدياره هشام. راك دخلتوا بلا ما طبطبتوا، بصح مرحبا بكم. دارنا تسع الناس كامل، انا من خمسه حفطر كنت نتوماكم في السهره، وانا مازلنا احنا درت هذا الفيديو قبل ما نفطروا مع التحضيرات باش تشوفوني كيفاش راني في الدار. وصلت بريباري في الطابله. هاد البوراك على نوريكم فيه خصيصا واحد العبد يقول له بيريريك ميعقيد حساني. بالتوفيق لكم كامل ان شاء الله. وكما راكم تشوفوا راني في الدار مع الحجر الصحي، الصحة تاع الصح، راني زدت سمنت يا جماعه. هذه ايجابيات ولا سلبيات؟ نقولوا سلبيات، لازمنا ريجين في هذا رمضان وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء. وكما راكم تعرفوا مفيده، الحجر الصحي تاعي مقسوم على النص، شويه في الدار وشويه في استوديو في الليل. بعد نتلاقاو. امس الخير عليكم، صح فطوركم حبابي وصحابي تاع ليلى شو. كل شيء مبروك على هذه الحصه. كيما شفتوني بقيت في الدار، هاني نقول لكم انا ستار في الدار، انا بديت ستار في الدار وستار في الاستوديو. جبتكم معايا تشوفوا اليوم. هيا فوالا، هذا هو عالم مفيده بين الدار والاستوديو، يعني هذا هو رمضاني. انا نوجه لكم الف تحيه، هشام بوكفا، نوال، اللي نسيتهم، الياس، على بالي خايفه، ساميه خايفه ننسى، بس راح نوجه التحيه خاصه 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 لولدي خساني ونقول له واش كاش ميعقيد. هيا بالتوفيق.